أعطيك معلومة، رئيس الفيدرالية منذ 5 أيام قال في جلسة في إحدى جلساته عندما سئل على بالماضي، قال لي الصحفي الذي سأل قال له بالماضي تتكلم عن بالماضي، لم أسمع أبدا بأن الاتحادية فكرت في هذا الاسم منذ 5 أيام. ثم تقول لك ان لا كان شوف بالاتحاد السابق كل ما يتقدموا المدرب يروحوا يكسروه، هذا كل ما يتقدموا المدرب يروحوا يقولوا له واش كاينه واش كاينه واش كاين. هذه ماشي مليحه هذه الدرجه المكتب الفيدرالي السابق قوي الى هذه الدرجه، شي قوي غيور يحبوا يكسروه لكنه قوي. الناس يخدموا انت بهذه الطريقه تقول انت بهذه الطريقه تقول لي بان هذه الفيدراليه لم تستطع جلب مدرب. علاش ما شوشوش على الفيدراليه السابقه؟ كان يا اخي كان اعلامي يتحدى ومحسوب على المكتب الفيدرالي السابق ويخدم معه في قطر، دار فيديو ويقول لك نكذب رئيس الاتحاد وما يلعبش بالماضي ما يدربش الجزائر. علاش ما قدروش ياثروا في بالماضي؟ وراه كان يقول لهم بالماضي ما يجيش الجزائر، علاش ما اثرش في بالماضي؟ لان بالماضي عنده كلمه وما يسمع لا بعيسه لا بقدور. يا زميلي سي نورمال، انت راكي طالونجيك راح تخدم في هذيك البلاد، دوك انا نروح نلعب في بلاصه لعب فيها اكساس، بين نعيط له نقول له واش امين كيفاش هذيك البلاصه؟ استفسار يعني على الوضعيه. خالد ما هو المدرب العالمي؟ هذا الكلام إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الاتحادية السابقة. ماشي قوات، كره وبغض. يا فريد سامحني كمال، لما نشوف هذا الأمور تحدث أن الأطراف تتصل بالمدربين اللي مطروحين في الطاولة وربما تسود الوضع للمنتخب الوطني، هذا أمر خطير جدا فريد. هذا كلام، هذا الأمر يتعلق ببلد اسمه الجزائر. إذا كان التجربة الوطنية هنا الأمر هنا الأمور ربما تأخذ سياق آخر. لما تتصل بمدرب تقول له الجزائر وفيه فيه ربما مساوئ تشوه الصورة تاع المنتخب الوطني، هنا الأمر يصبح خطير فريد. هذه الاتحادية سوف هذه قوة فريد، سوف تقضي 4 سنوات ويتحدث عن نظرية المؤامرة. دعونا من هذا الكلام أخي. معليش نعطيك نيميرو، دوك نخرج نعطيك نيميرو تاع جرانت روهر. داروك يا حيلة، هما ما فكروش أصلا في روهر، خرجوا بالك هضره بلي حابين نجيبوا روهر باش يعرفوا شكون اللي راهو يتصل بروهر. اما لا رئيس الاتحاديه السابق عيط الروهر قال له انا ديتهم دفوا الكوب دي موند نحاوني، قالوا هادوما ماشي اتحاديه، هذا ماشي الشعب، هذا ما تخدمش معاهم.